السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نتعامل مع منصة سلاك، ودي منصة متخصصة في تنظيم الشغل بين أعضاء الفريق. طيب قدامك دلوقتي اختيارين، ساين ان لو انت ليك حساب قبل كده، أو لو مش حساب هتقول له جيت ستارت وتبدأ تشوف الورك سبيس. لو في ورك سبيس موجودة عايز تنضم ليها، بس لازم تكون بابليك، لازم تكون متاحة للعامة، تقدر تنضم ليها أو تقول له أنا عايز نيو ورك سبيس، وتبدأ تدعو الناس دي بعد كده. طيب ممكن تبقى حاجة خاصة وممكن تبقى أي حد عايز يشارك في الشركة. لازم تختار ورك سبيس كويس. بيقول لك اكتب الإيميل بتاعك. طيب أنا هكتب الإيميل أهوت، كونفيرم. بيقول لك هو هيبعت لي 6 حروف، أخدهم من الإيميل وأكتبهم هنا. محمد. طيب بيقول لي اسم الشركة بتاعتك، اقول له نيكست. التيم موجود فين، شغال في ايه، نيكست. بيقول لي اكتب ايميلات الناس، ممكن تكتبهم دلوقتي وممكن مسبقا او بعد كده لاحقا. او ممكن تقول له سكيب وبعد تدخله بعد كده. بيقول له انت شغالين في انهي مجال، شغالين طبعا اداره مشروعات، انهي اداه من الادوات دي اللي انت عايز تستخدمها مع السليك او جالي انفيتيشن ان انا انضم ليهم. ممكن تقول مثلا جوجل كاليندر، جوجل درايف، كونتينيو، سي يور تشانل. خلاص كده بقى في تشانل وتقدر تضيف الناس للقناه بتاعتك. هي الفكرة كلها هتبقى زي جوجل شات، بس أنا زي فيسبوك شات، بس ما انصحش إن حد يشتغل الشغل بتاعه على أي منصة من منصات الفيسبوك أو تويتر أو أولا غير ما تربط بيها موضوع السوشيال ميديا. ممكن الشركة بتاعتك تعترف بالسلاك كوسيلة لتبادل الأخبار والمعلومات والأوامر زي الأوتلوك. طيب هنا التشانل ممكن تخلي التشانل بتاعتك بابليك او برايفت، حاجه للناس كلها، اي حد عايز ينضم ينضم، او خاص بافراد المشروع بتاعك. دايركت مسج ممكن تبعت رسائل لاي حد، تمام، ده هيبدا يتفاعل معاك اول ما هو يوافق على الدعوه اللي انت بعتها له. طبعا لو عايز تبعت له حاجه خاصه فبتقول له ات وتروح مختاره وتكتب له ويلكم مثلا، ويلكم ممكن تقراها ويلكم لكم بالعربي التشانل هي. طيب لو انا عايز ابدا التشانل جديده، هو بيقول لي اختار التشانلات اللي موجوده. طيب عايز تبدا التشانل جديده، هقول له كرييت التشانل وتبدا تختار الاسم بتاعها مثلا ايجيبت، بيم ايجيبت، وبعد كده الوصف، واهم حاجه دي برايفت ولا لا. تمام، برايفت شانل يبقى مفيش حد هيخش فيها غير لما تبعت الايميل. بابليك يبقى ممكن حد يعمل عليها سيرش، او انت تبعت اللينك كده تحطه على تويتر او فيسبوك وتقول لهم يا اخوانا اللي عايز يشرفنا شرفنا. هو كده بدأ يعملها، بيقول لك اكتب اسماء الفريق، بقول له سكيب اهوت. بقى عندي القناه دي بقى شات موجود، وتقدر تربطه بجوجل درايف، تقدر تربطه تحط الجد بتاعته مثلا، هكتب مثلا كلمه هلو. ايوه اهوت. طيب الرسالة دي تقدر تيجي من هنا تخليها ستارت بحيث انها تبقى ظاهرة مميزة. تقدر تقول له شير مسج، تمام، تشيرها مثلا في جروب اخر، او تاخد اللينك ده وتحطه في اي رسالة من الرسائل بتاعت الاوتلوك وكده، بحيث الناس الاخرين يطلعوا عليها، او واحد مستني لك انت ما جاتليش رسالة فتقول له اهي. ممكن تضيف رياكشن بشكل حلو كده، ممكن تنسخ اللينك، ممكن تعمله ان الرساله دي لسه انا ما قريتهاش بحيث تشوفها بعد كده. ريمايند مي اباوت ذيس، فكرني بالموضوع دوت كمان مثلا 3 ساعات مثلا. بنتو تشانل بحيث تظهر في اول تشانل الرساله ديت، تقدر تعمل لها اديت بقت مميزه هي بحيث انها اي حد يقدر يشوفها، تبقى في الاول ما تبقاش مختلطه ببقيه الرسائل. ممكن تعمل انفايت لكذا شخص،
ان هو ينضم للفريق بتاعك، او تاخد اللينك كله وتحطه اخوانا اللي عايز ينضم للورك سبيس ديت، يشرفنا بالانضمام. طيب خلينا مثلا نبعت دعوة. بيقول لك شوف الناس اللي هي لسه ما فوتش على الدعوات بتاعتك، تقدر تصدر الكلام ده للدرايف او اكتر من ابلكيشن بحيث يبقوا مربوطين ببعض، ده هيسهل عليك الشغل بحيث ان انت وانت شغال ممكن تروح ايه، انا عايز اعمل اتاش الملف من جوجل درايف، يبدأ يظهر معاك. تقول له عايز اروح لرسالة معينة او شخص معين او شات معين من جامب 2، وهنا الستارت ايتم لو في اي حاجة عملنا لها عن ستارت هتظهر معايا هنا. لو في اي حد عمل لي ات بحيث ان هو عايز يوجه لي رسالة محددة هتلاقي هنا الاكتيفيتي كلها موجودة هنا. زي ما انت شايف الموقع سهل جدا، وتقدر تتشارك مع الفريق بتاعك، وتقدر تستخدمه من خلال الموبايل، تقدر تستخدمه من خلال تطبعه على الديسكتوب، وممكن تستخدمه من خلال الإنترنت. لو شايف إن هو كويس ابعته للفريق، ابعت الفيديو ده لأعضاء الفريق بحيث إن أنتوا تبدأوا تستخدموا سلاك في شغل بقى، وأتمنى تعمل لايك وشير لي.